أبي 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 أبي. لابد أنه سمع الأخبار السيئة فانهار هكذا. أوشك أن أموت. أبي لا تقل هذا أرجوك. أحبائي الأموات ينتظرونني في العالم الآخر، وسأترك أحبائي الذين في هذا العالم. لقد غزوت وسيطرت على أراض واسعة طيلة حياتي، والآن ليس عندي شبر لأضع فيه قبري. سأدفن في هذه الجزيرة الصغيرة النائية. ربما سيكون هذا الأمر جيدا. يوميا ستغني لي أمواج البحر، ويوميا تزورني الطيور، ولن يزرني أحبائي. على الدين بنائي، لقد أمرت الملكة منذ مدة بجعلي وسلاحي الأمير. لا تكمل أبي. وسلاحي، اسمع بني، ليس هذا أنني لا أحبك، ولكن اسمع كلامي جيدا. سوف أبذل جهدي لمساعدة أخي. وسلاحي، الأمر الذي سأخبرك به هو أمر مهم. لا أحد يستطيع أن ينقذ خوارزم سوى علاء الدين، لذلك سأجعله السلطان. لا تمت أبي، وصيتك سوف أنفذها، وأبيع أخي أمامك الآن. حسنا، لديكم سلطان جديد. في كانون الأول ديسمبر من العام 1220 كانت نهاية حياة سلطان خوارزم. لقد مات طريضا بعدما عاش مدة من الزمن بتقشف وتواضع. لم تقم للجنازة أي مراسم، ولم يبكه أحد. لقد دفن تحت رمال صفراء في جزيرة صغيرة غمرتها المياه لاحقا. لذا اليوم لا يمكن العثور على المكان الذي دفن فيه، إلا أن ابنه علاء الدين كان له موقف آخر، مواجهة الغزاة والدفاع عن بلاده. هيا بنا، يجب علينا أن نصل إلى يالونجيشي قبل أبناء جنكيز خان الثلاثة. قوات المدينة 100,000 وشعبها 1,000,000 هم أملنا الوحيد في القضاء على المغول وإنقاذ خوارزم. أيها الناس، أيها الشعب الكريم، لقد خذلتكم في الماضي. خسرنا أكثر من نصف أراضي خوارزم، وقد قتل ملايين الناس منكم، ومنهم أولادكم. أقر الآن أمام الجميع بأني مذنب. يا الله يا الله، اعفو عني. سمو الأمير هنا. ولكن عمي، منذ اليوم أنا لم أعد الأمير، لقد أصبح علاء الدين. ابن أخي العزيز، هيا أخبرني، هل أجبرك علاء الدين على التنحي من أجله؟ مطلقا، بل وصية السلطان الراحل. ربما زورها أخوك. لم يزورها، سمعتها بنفسي. الأمر مرفوض حتى ولو كان صحيحا ما تقول. لقد جعلتك جدتك وليا للعهد بني، ولا يجوز لوالدك السلطان أن يغير وينحي كما يريد. أمتأكد عمي؟ اسمع بني، تحضر لتنصب أميرا هنا. اسمعوا، على كل واحد منكم اليوم
أن يقود قواته ويتحضر للحرب. طوقوا قصر علاء الدين وطوقوا حراسه أيضا، وعند بزوغ الفجر اقتلوه واقتلوا قائده تيمور. أهذا مفهوم؟ حاضر حاضر. أخي ما الأمر؟ أخي سيد السلطان، أعلمنا أخوك الأمير أن عمه وقادة قبيلة الكنشا يجمعون القوات لقتلك. أخي هل أنت متأكد؟ قالوا إنه لن يجوز لأبي أن يجعلك السلطان، لذلك يريدون أن يقتلوك ويجعلوني مكانك، لكن أبي قال إن لا أحد غيرك يمكنه أن ينقذ البلد من المغول. أخي الصغير بوركت يا أخي، القوات في المدينة وكلهم من رجال عمك وسيهاجمونك فجرا، يجب أن نغادر يالونجيشي حالا. لنذهب. في التاريخ لا يوجد مكان للافتراضات والتوقعات، فلو لم يبدأ قادة الكينشا هذا الصراع الداخلي ويبعد علاء الدين الذي كان أكثر حكمة وفطنة وشجاعة من أبيه، لكانت نتائج المعركة مع المغول في أكبر مدينة بخوارزم مختلفة على الأرجح. يا سكان مدينة بانو، أنا السلطان علاء الدين ولدي قصة سأخبركم بها. مدينة بغنى مدينتكم بانو أملت أن يكون العدو متساهلا، وكونها لا تستطيع مقاومة المغول قررت أن تستسلم. أرسلت مفادين للتفاوض والحصول على عفو من المغول، ففتحوا أبواب المدينة لهم وأدخلوهم.